بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب السوري وباسم أهالي مدينة حمص نتوجه بنداء عاجل وهام جدا لجميع المنظمات والهيئات الإغاثية للمساعدة في إزالة الجثث الأموات في الشوارع ومن تحت الأبنية المدمرة وذلك تجنبا لانتشار الأمراض. هناك شهداء في الشوارع على الطرق العامة في باب دريب الشهيد عمر والشهيد إبراهيم شباب مثل الوردي استشهدوا على أيدي النظام الأسدي وهم الآن في الأرض منذ 30 يوما. وهناك شهداء عدد 4 في الشارع جانب الروضة ملاصق بقيادة الشرطة استشهدوا وهم يقطعون الشارع جراء القصف العنيف براجمات الصواريخ وهم في الأرض منذ 28 يوما. وهناك شهداء في المشفى الوطني أكثر من 45 شهيد هم داخل المشفى وعلى أبواب المشفى منذ 55 يوما. هناك مخاوف من الأهالي بحمص لأن الصيف اقترب والجثث تتفكك والحشرات تتكاثر بهذا الوقت وهناك أمراض سوف تنتشر والمرض الذي ينتشر بسرعة مع الهواء الطلق مرض الطاعون. لا نقدر بسحب الشهداء من الشوارع بسبب القناصين في كل مكان وخصوصا في أول شوارع الأحياء. أما الجثث في المشفى الوطني لم نقدر بسحبها بسبب الرائحة الخانقة ومناظر الحشرات على الجسم المتفكك. كل ما حاولنا نشيل شهيد لا نقدر ملتصق على الأرض ومقطع الجسم بسبب تفككه. يجب على لجنة المراقبين والهلال الأحمر والصليب الأحمر أخذ الجثث إلى أماكنهم المخصصة لمنع انتشار الأمراض بحمص كي لا ينتشر الأمراض في الناس. الوضع أصبح خطيرا جدا وأخذنا بعض الأطباء إلى هذه المنطقة وشرح لي طبيب بأن الوضع سيء جدا خصوصا أن ملاصق لهذا المشفى حي أجورة الشياح والقراميص يوجد أهالي. لاحظنا بعض الشباب لديهم نقاط صفر على شفايفهم وهم لا يدرون ماذا يحدث. الرائحة كريهة من مسافة بعيدة كيف إذا اقتربت منها؟ عندما اقتربنا وضعنا كمامات وضعنا بعض الأدوية ولكن دون فائدة. تأثر جسمنا بعد قليل من هذا المرض المنتشر. هناك شيء جديد يولد من الحشرات ولا أحد يساعدنا. يجب على منظمات أن تلجأ إلى هذه المنطقة بحمص. الوضع خطير جدا هناك أمراض سوف تنتشر. لا يوجد لدينا دواء لا يوجد لدينا مواد كيماوية لقتل الحشرات خصوصا عند الزبائن في كل الشوارع على بعد كل 50 متر أو 100 متر يوجد على زوايا الأحياء شوارع الفرعية زبالة مثل الجبال ما أحد يقدر يشيلها لا نقدر نسوي له شيء. الأمراض سوف تنتشر بأحياء حمص. الناس راح تموت من شدة الأمراض.